بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في العناقيد الأدبية، نتناول فيها عذب النشيد وجميل القصيد. قصيدتنا اليوم هي قصيدة من التراث الصوفي بعنوان الله ربي. يقول الشاعر فيها: الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ تقوى الإله بها فلاح حياتنا، هل من مجير للورى إلا هو؟ هل من مجير للورى إلا هو؟ فالسالكون مشاهدون لصنعه، مستغرقون بفكرهم إياه، ذاقوا حلاوة حبه فتعلقوا بالحب لما أدركوا معناه، بالحب لما أدركوا معناه. مولاي أنت الواحد الفرد الذي، مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه. مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محى ظلماتها بسناه، إلا محى ظلماتها بسناه. مولاي عبدك لا يخاف تعطشا، أيخافه والحق قد رواه. مولاي لا آوي لغيرك، إنه حرم الهدى من لم تكن مأواه. مولاي لا آوي لغيرك، إنه حرم الهدى من لم تكن مأواه. القصيدة تبدأ بقوله الله ربي، فهو الرب وهو السيد المتحكم في أمور الخلق، وبيده مقاليد هذا الكون. الله ربي لا أريد سواه، أي أنني لا أسعى إلا إلى رضاه، فهو الغاية وهو المبتغى وهو المقصد، لا أسعى إلا إلى رضاه، ولا أرجو إلا أن أكون مهتديا بهداه، حتى لو كان رضاه هذا هو سبب في أن يسخط الناس علي. فمن أرضى الله في سخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ فهو الحقيقة الوحيدة في هذا الوجود، هو الحقيقة، هو المبدع وهو الخالق وهو الرازق، وبيده النفع والضر. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ تقوى الإله بها فلاح حياتنا. فتقوى الإله هي عنوان لفلاح العبد في هذه الدنيا، وعنوان لنجاته في الآخرة. فمن صار في جناب الله وفي رحابه، من يستطيع أن يكون له ندا؟ ومن يستطيع أن يكون عدوا لمن كان في حمى الله سبحانه وتعالى؟ تقوى الإله بها فلاح حياتنا، هل من مجير في الورى، هل من مجير للورى إلا هو؟ وهنا استفهام غرض التعجب والاستنكار والنفي، أي أنه ليس هناك من يحمي العباد، ليس هناك من يستطيع أن يحمي العباد أو يجيرهم سوى الله سبحانه وتعالى، فهو المتكفل بأمور عباده. ثم ينتقل الشعر ليبين لنا أحوال العباد والنساك مع في الكون، كيف يتعبدون وكيف يتنسكون وكيف يتأملون في جمال خلق الله سبحانه وتعالى. فيقول: فالسالكون مشاهدون لصنعه، مستغرقون بفكرهم إياه. فدائما العباد والنساك منشغلون بجمال صنعه وبإبداع خلقه، هم الذين قال الله عنهم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإذا نظرت في الكون ورأيت عظمته، فإنك تقول: ما أعظم الخالق. فهذا هو عظمة الخلق، فما بالك باليد التي خلقت وبالذات التي سوت، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالسالكون مشاهدون لصنعه، مستغرقون بفكرهم إياه، ذاقوا
ذاقوا حلاوة حبه فتعلقوا بالحب لما أدركوا معناه. وكأن الحب هو طعام حلو المذاق يتذوقه العباد والنساك، فمن يسلك طريق العبادة وطريق التأمل يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يحبه ويتعلق به. مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه، فالكون المديد الفسيح ينبئ عن إحكام الخلق ودقة الصنع. وهذا الذي جعل الأعرابي البسيط يقول أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ فقد اهتدى إلى وجود الخالق من خلال أنه شاهد إبداعه في هذا الكون. مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه، مولاي لا مولاي أنسك لم يدع لي وحشة. وكأن الأنس بالله سبحانه وتعالى جعله يحس بالراحة والطمأنينة، فلم يتركه فريسة للاغتراب وفريسة للشعور بالوحشة. مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محى ظلماتها بسناه. وكأن الأنس له يد تمحو الظلمات وتمحو حلوك الليل. مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محى ظلماتها بسناه. ثم يختم الشاعر قصيدته ببيتين رائعين يقول فيهما: مولاي عبدك لا يخاف تعطشا، أيخافه والحق قد رواه، أي أنني لا أخشى من الفقر ولا أخشى من العوز ولا أخشى من الهلاك، كيف أخشى كل هذا وأنا في رحابك، وأنت الذي رزقتني وأنت الذي أطعمتني وأنت الذي أسبغت علي نعمك. مولاي عبدك لا يخاف تعطشا، أنا لا أخاف شيئا ما دمت في رحابك، أيخافه والحق قد رواه، مولاي لا آوي لغيرك، أي أنني لا أستطيع أن ألجأ إلى أحد سواك، مولاي لا آوي لغيرك، إنه حرم الهدى من لم تكن مأواه. وهنا جملة مؤكدة بإن وبالفعل الماضي حرم، الدالة على الثبوت والتحقق. فمن لم يستعن بالله سبحانه وتعالى ومن لم يلجأ إليه فإنه قد حرم المعونة وانقطعت عنه المؤونة. فمن لم يستعن بالله فقد حرم الهدى، فقد حرم الرحمة، فقد حرم العفو، قد حرم المغفرة. مولاي لا آوي لغيرك، إنه حرم الهدى من لم تكن مأواه. أعزائي المشاهدين، انتهى شرح القصيد وتبقى متعة النشيد. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو، تقوى الإله بها فلاح حياتنا، هل من مجير للورى إلا هو، هل من مجير للورى إلا هو. فالسالكون مشاهدون لصنعه، مستغرقون بفكرهم إياه، ذاقوا حلاوة حبه فتعلقوا بالحب لما أدركوا معناه، بالحب لما أدركوا معناه. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو، تقوى الإله بها فلاح حياتنا، هل من مجير للورى إلا هو، هل من مجير للورى.
فرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه، مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محا ظلماتها بسلام، إلا محا ظلماتها بسلام. أيخافه والحق قد رواه، مولاي لا آوي لغيرك إنه حرم الهدى من لم تكن مأواه، حرم الهدى من لم تكن مأواه.